احنا طبعا اخذنا في المدرج المحاضره الاولى اللي هي الاهميه النسبيه ومخاطر المراجعه. الان سوف نتناول في مقرر المراجعه المتقدمه المحاضره الثانيه في موضوع هو الاجراءات التحليليه في المراجعه. الاجراءات التحليليه في المراجعه هي العلاقه بين البيانات الماليه وغير الماليه للحكم على مدى معقولية المعلومات. وفي هذا الموضوع سوف ندرس طريقتين، مقرر طريقتين، أسلوب تحليل الاتجاه هناخد فيه متوسط غير النقدي، وأسلوب التوزيع النسبي هناخد فيه طريقتين، المتوسط البسيط والمتوسط اللي يا جماعة إيه؟ المرجح. نبدا في الطريقه الاولى، المتوسط غير النقدي. هنا في تمرين بيديني مصاريف الصيانه في خلال 1 2 3 4 6 سنوات، تمام؟ وبيقول لك اجراء التحليل اللازم لاستخدام طريقه متوسط غير ايه؟ النقدي، وتشوف ايه هي اجراءات المراجعه الاضافيه. طيب في طريقه متوسط غير النقدي بنمر بثلاث خطوات سهله جدا. متوسط غير النقدي احدث سنه هي اخر سنه ناقص اقدم سنه على عدد السنوات ناقص واحد، بس واحنا بنحسب متوسط التغير النقدي نهمل اخر سنه اللي هي بنسميها سنه الفحص. يعني هم 6 سنين يا دكتور وليد، يبقى عدد السنوات 5 ناقص واحد، واحدث سنه هي 500,000 ناقص كام؟ 590. الخطوه الثانيه نجيب القيمه المتوقعه، احدث سنه زائد متوسط التغير النقدي نطلع في خطوه واحده. ثم خطوه ثلاثه نجيب النسبه المئويه للفروق المراجعه، اللي هي القيمه المتوقعه اللي طلعت لك من 2 ناقص السنه بتاعت القيمه اللي في احدث سنه اللي هي اخر سنه سنه الفحص على سنه الفحص، ونضربها في 100 ونجيبها صوره نسبه مئويه ونهمل الاشاره السليمه. ايه بقى يهمني؟ حضرتك تلاحظ هنا ان النسبه طلعت كام؟ 21%. طالما ان ال 21% دي اكبر من ال 10% يبقى البند ده يترفض، ولازم المراجع يضطر يعمل اجراءات مراجعه اضافيه للتحقق من صحه هذا البند. طيب ناخد تمرين تاني برضه على متوسط غير النقدي، بس بدل ما كان يديني مثلا مصاريف الصيانه حطينا معدل دوران المخزون بنفس الطريقه تماما. حضرتك هتلاحظ هنا 6 سنوات، اخر سنه هي سنه الفحص 2013، بنهملها ونمشي بنفس الخطوات الثلاثه اللي احنا خدناها المره ايه اللي فاتت على النحو التالي. متوسط غير النقدي، احدث سنه 18 ناقص اقدم سنه على عدد السنوات ناقص واحد، عدد السنوات ناقص واحد ما تقوليش ايه 6 ناقص 5، لا نشيل سنه الفحص يبقى 5 ناقص 1. خطوه 2 نجيب القيمه المتوقعه نفس الطريقه، احدث سنه زائد متوسط تغير النقدي، ثم تجيب فروق المراجعه القيمه المتوقعه اللي طالعه لك من 2 ناقص السنه اللي انت كنت مطنشها اللي سنه الفحص على سنه الفحص. اوه طلعت كام؟ 24 وشويه، 24 وشويه دي اكبر من ال 10%. وبالتالي يرفض المراجع هذا البند اللي هو المخزون ويحتاج الى اجراءات مراجعه يا جماعه ايه؟ اضافيه للتحقق من صحه بند المخزون طالما ان ال 24 اكبر من 10. ننتقل الى الاسلوب الثاني اللي هو اسلوب التوزيع النسبي. بص معايا، اسلوب التوزيع النسبي ده بيعتمد ان احنا نحول القيم المطلقه الى ايه يا جماعه؟ إيه؟ الى نسب مئويه. هناخد حالتين بسيط جدا ان شاء الله زي ما ناخد الطريقه الاولانيه اللي هي طريقه المتوسط البسيط. هنا مديني شركه س وص وعين وشركه محل فحص اللي هي 2011، لا هي شركه محل فحص، شيل 2011 واكتب الشركه محل الفحص. بص يا جماعه حضرتك هنا هتلاحظ البيانات ايه؟ المبيعات ايه؟ 100 100 100 100. حلو، يبقى ده معناته ايه يا جماعه؟ ان الجدول ده متحول جاهز الى نسب. طيب سؤال، لو كان الجدول ده مش المبيعات فيه ميات كلها كانت ارقام مختلفه، يبقى لازم نحول القيم الى نسب. ازاي؟ نقسم قيمه كل بند على المبيعات، يعني تكلفه المبيعات على المبيعات، مصاريف البيع على المبيعات، ايرادات اخرى على المبيعات، مصاريف فوائد على المبيعات، صافي الربح على المبيعات، وهكذا لكل شركه. طيب هنا بيقول لك ايه؟ اعاده تصوير وفقا لطريقه المتوسط البسيط. سهله جدا، في ظل طريقه المتوسط البسيط بنعمل جدول بنحسب فيه حاجتين اتنين، حاجه اسمها المعيار وحاجه اسمها نسبه فروق ايه؟ المراجعه. سهله جدا، المتوسط البسيط
بنجمع الثلاث شركات ونقسمهم على عددي ثلاث شركات. واحد يقول لي ده في شركه رابعه، لا شركه الفحص نهملها، انا كاتب اهو مجموع النسب للشركات الثلاثه، ما ناخدش شركه ايه الفحص، ونطبق الكلام ده لكل بند. يعني مثلا بند تكلفه المبيعات، شركه س 58 زائد شركه ص 56 زائد شركه ع 57.8، هم عددهم كام شركه؟ ثلاثه، ونقسمهم على ثلاثه يديني 57 و3 10. نكرر نفس العمليه دي لبقيه البنود، بند المصاريف البيعيه وبند الايرادات الاخرى وطاقه الربح قبل ايه الضرائب. اهو تعال بص بقى في الجدول عندي ده، هم عمودين اثنين، عمود المعيار والنسبه المئويه للفروق المراجعه. جبت عمود المعيار طبعا المبيعات مالناش دعوه بيه، جبنا تكلفه المبيعات والمصاريف البيعيه والايرادات الاخرى مصاريف الفوائد وصافي الربح. تعالى بص كده بقى، النسبه المئويه للفروق المراجعه دي قانونها ايه؟ زي ما خدناه المعيار شركه الفحص على شركه الفحص. اديني مثال، يعني ال 11 و8 وال 10 دي جبتها منين؟ 65 اللي هو معيار شركه الفحص 65 على 65، وصلت 27 سابوها نصف، وصلت كده يا جماعه؟ يعني ناخد الارقام بتاعت المعيار شركه الايه؟ الفحص. طيب هنا حسبنا النسب ونشوف ايه يا جماعه اللي بالك معايا اللي تزيد على 10%، يعني انت بعد ما تحل الجدول هتشوف ايه اللي تزيد على 10%، يبقى هو ده اللي يحتاج الى ادراك مراجعه. تعال ناخد التمرين الثاني اللي هو بدل المتوسط البسيط بطريقه المتوسط الايه؟ المرجح. ركز هنا بقى معايا، المتوسط المرجح بالله عليك بالله عليك، بص كده المبيعات 5000 6000 8000 2000، هل دي كلها ميات؟ يبقى لازم يا دكتور وليد نحول القيم المطلقه اللي في الجدول اللي قدام منك ده لنسب. احنا نعمل ايه؟ ناخد كل شركه لوحدها ونقسم البنود على المبيعات. يعني مثلا المبيعات 5000 على 5000 يديني 100%، تكلفه الاضاءه المباعه 3000 على 5000، مصاريف بيعيه 700 على 5000، مصاريف اداريه 350 على 5000، وتكرر الكلام ده لشركه ص وشركه ع وشركه محل الفحص. انت كده حولت القيم المطلقة إلى نسب. تعالى بقى هنا، هنا قلنا طريقة المتوسط الإيه؟ المرجح. معنى كلمة المتوسط المرجح إد أوزان ترجيحية للشركات، شركة س 2، شركة ص وزن ترجيحي 1، شركة ع 3. طبعا الشركة محل الفحص ملهاش وزن ترجيحي. طب لما نيجي نحب نطبق الطريقة دي بأوزان ترجيحية نتصرف إزاي؟ بس لا تنسى أهم حاجة في الأول نحول القيم إلى إيه؟ نسب. بص معايا إديني شرحت لك في الأول، حولنا القيم إلى إيه يا جماعة؟ إيه؟ نسب. فيها مشكلة؟ واضح قدام منك باقي البنود. بص الجدول ده برضه زي المرة اللي فاتت، بنحسب عمودين، عمود المعيار وعمود نسبة إيه؟ فروق المراجعة. المعيار بقى ده نحسبه سهل جدا. خد عندك النسبة في الوزن الترجيحي. يعني بص تكلفة المبيعات نسبته كام؟ في الطريقة اللي فاتت كنا بنقول 60 زائد 58 زائد 59 على ثلاث شركات، لكن هنا ناخد ال 60 ونضربها بوزن الترجيح 2 زائد 58 في وزن الترجيحي 1 زائد 59 في وزن الترجيحي 3 على مجموع الأوزان الترجيحية اللي هي 2 زائد 1 زائد 3 يديني كام؟ 6. نفس العملية تكررها للمصروفات البيعية، 14 في 2 زائد 13 في 1 12 في 3 اللي هو وزن الترجيح، وقسمها برضه على 6. نفس العمليه تكررها للمصروفات الاداريه، 7 في 2 زائد 7 في 1 زائد 6 في 3 مجموعهم 6. طلع عندي المعيار ثلاث ارقام، 59.17 12.83 6.85. بعد كده نجيب العمود الاخراني اللي هو نسبه فروق المراجعه، والقانون ثابت، المعيار ناقص الفحص على الفحص. بص كده في الجدول معايا في الشريحه الثانيه. طيب واحد يقول لي النسبه المئويه للفروق المراجعه 14 25 دي جت منين؟ اهي سهله جدا، 59 17 ناقص 69 على 69. طب اللي ورا منها 12 83 ناقص 12 على 12، اللي ورا منها 6.5 ناقص 6 على 6. بص في اللي جاي، انهي بنود اللي نسبتها اكتر من 10%؟ اللي هو بند تكلفه المبيعات اللي هو 14 25، وبالتالي هذا البند طالما ال 14 25 من 100% اكبر من 10%، يبقى هذا البند يحتاج الى
إجراءات مراجعة إضافية وتمنيات لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، زملائي في التعليم المفتوح المستوى الرابع، ننتقل الآن إلى المحاضرة الثالثة والأخيرة اللي هي في تتناول موضوع استخدام أسلوب جيرك في تخطيط ورقابة المراجعة. في هذا الموضوع بنحب ناخد بعض التعريفات. هو أسلوب تخطيطي لتنظيم عملية المراجعة. يهمنا ايه هي الانشطه والمسارات، العقد، الدائره، بدايه نهايه المسار، تكرار الانشطه بيسموها اللفه مش اللغه، اللفه، مجموعه الانشطه والمسارات اللي هي التوليفه، نسبه احتمال، وقت التوليفه، تكلفه التوليفه، الوقت الاحتمال. انا بس اخذت مسميات، لا تقلق، هناخد مجموعه من التدريبات نطبق فيها هذه ايه يا جماعه ايه المسميات، بس يهمني تعرف بس في البدايه هذه ايه التعريفات. طيب هنتقل الى بقيه اولا بقول لحضرتك ايه، توفرت لديك البيانات التاليه الخاصه باحدى المشروعات. سهله جدا، هم 4 تمارين، عايزك تعرف كل تمرين ايه المطلوب وانتهينا، يعني هم 4 حالات في هذا الموضوع، عايزك تعرف في كل حاله ايه المطلوب. الحاله الاولانيه المطلوب احتمال اللفه مش احتمال ايه يا جماعه ايه؟ اللفه. عشان نجيب احتمال اللفة بنمر بعدة خطوات. الخطوة الأولى الوقت الاحتمالي للتوليفة بيساوي وقت التوليفة في احتمال إيه؟ التوليفة. المجهول اللي عندي هنا احتمال التوليفة، يبقى زي ما نقول زي ما خدنا في الابتدائي اللي بره على جوه قسمنا جبنا احتمال التوليفة، يبقى خطوة واحد نجيب احتمال إيه؟ التوليفة. 2 احتمال التوليفة اللي أنت جبته ده بيساوي احتمال التوليفه بدون لفه احتمال الايه؟ اللفه. طب انا عايز اجيب احتمال اللفه، يبقى نقسم الرقم اللي هو تطبيق مباشر 0729 على 729. طيب بعد كده اهو ننتقل الى تمرين 2، توفرت لديك البيانات التاليه، حلو، عايز تحديد تكلفه تنفيذ المجموعه. لما يكون المطلوب تحديد تكلفه تنفيذ المجموعه بنمر بالخطوات التاليه، حلو، 1 الوقت الاحتمالي للتوليف بيساوي وقت التوليفه في احتمال التوليف، يبقى عايز اجيب احتمال ايه؟ التوليفه اللي هو 16.2 على 200 تطبيق مباشر. 2 عايز اجيب التكلفه الاحتماليه للتوليفه دي بتساوي تكلفه التوليفه في احتمال التوليف، عايز اجيب بقى تكلفه التوليفه، عندي تكلفه احتماليه وعندي احتمال التوليفه، نقسمهم على بعض اديني الرقم اللي ورا منها. تمرين 3 عايزين نجيب عدد ساعات تنفيذ المجموعة ونسبة احتمال وتنفيذ المهم. هذا التمرين ايه المطلوب؟ خزينة البيانات دي، عدد ساعات تنفيذ اللفة. لما يكون المطلوب عدد ساعات تنفيذ اللفة نتبع الخطوات التالية، 1 الوقت الاحتمالي للتوليف دي بتساوي وقت التوليفة في احتمال التوليفة في احتمال اللفة. هتلاحظ ان اللي مجهول عندي اللي انا عايز اجيبه وقت التوليفة متضمنا وقت اللف. حط البيانات الثلاثة اللي هي 16.4 وعند 729 وعند 0.10، نقدر نجيب يا جماعة ايه؟ وقت التوليفة اللي هو سي اللي بره على جوه هيطلع 225. 2 عايزين نجيب عدد ساعات اللفة بيساوي وقت التوليفة ناقص عدد ساعات تنفيذ المجموعة. تطبيق مباشر بالارقام اللي عندك اهو هيديني 15 ايه؟ طيب اخر تدريب عندي اللي هو أعطيت لديك البيانات التالية، جدول في بعض الأرقام المجهولة عايزين نجدها، ركز معايا. هو عندي توليفتين 1 و2، في واحد اللي مجهول وقت التوليفة تكلفة الاحتمال للتوليفة، في التوليفة رقم 2 المجهول احتمال التوليفة والتكلفة الاحتمالية للإيه للتوليف. هنشوف الحل سهل جدا، في توليفة واحد أهو تشوف خطوتين ونقفل، وقت التوليفة يساوي الوقت الاحتمالي للتوليفة على احتمال التوليف، حط الارقام تطبيق مباشر تطلع كام يا جماعه؟ 153. طب عايزين نجيب التكلفه الاحتماليه، تكلفه التوليفه في احتمال الايه؟ التوليف. جبنا المجهولين، تعالى في توليفه 2 تطبق القوانين، وقت التوليفه يساوي الوقت الاحتمالي للتوليفه على وقت التوليفه، طبق الارقام هتطلع علامه 2044. التكلفه الاحتماليه للتوليفه لو تكلفة التوليفة في احتمال ايه يا جماعة ايه؟ التوليفة. طبق الأرقام تطلع عندك الأرقام ايه يا جماعة ايه جاهزة، وتمنياتي لكم بالتوفيق.
وقبل ما انتوا تذاكروا الاربع تمارين دول مهمين، هيجي منهم واحد تطبيق مباشر للقوانين. وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، دكتور وليد الباقي.